السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. هذا الفيديو رح أشرح لكم فيه عن تحدي سكيتش أب اللي عملناه أيضا في السنة الماضية، وهذه السنة الثانية على التوالي إن شاء الله رح نعمله، وبإذن الله مستمرين فيه للسنوات المقبلة إن شاء الله. أول إشي بنيجي على معنى سكيتش أب للي ما بعرف عن السنة الماضية لما إحنا شرحنا عنه. سكيتش أب عبارة عن كلمتين سكيتش و أب، يعني سكيتش بمعنى الرسمة المرسومة إن كان بالرصاص أو بالحبر، إنها تكون كسكيتش، يعني فيش حاجة للابتذال بالتلوين وهكذا. وآب هو شهر 8 اللي هو شهر أغسطس اللي جاي علينا. طيب السؤال، شو فكرة هذا التحدي؟ شو رح نسوي فيه؟ شو بفيدنا أيضا؟ قبل ذلك خلينا نشرح عن إيش هو التحدي باختصار. قدامكم حاليا في عنا قائمة فيها 31 موضوع على 31 يوم، يعني أول يوم رح يكون الموضوع همبرجر زي ما هو مكتوب لكم في القائمة. شو يعني همبرجر؟ شو يعني نسوي في هذا الموضوع؟ ولا إشي، باليوم هذا 1/8 نرسم أي رسمة بتعبر عن الهامبرجر، إن كان بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، مثلا إني أرسم شخص باكل هامبرجر، أو مثلا أرسم مكان فيه بنباع فيه هامبرجر، أو أي إشي ثاني. ممكن أعمل شكل بيت على شكل هامبرجر، شو المشكلة؟ المهم إحنا نطلع من الصندوق ونفكر بأفكار مختلفة وجميلة وممكن ما بتخطر على بال أي أحد، وهذا هو الجمال في هذا التحدي. يعني صح ممكن إنه إحنا مرات نشوف مثلاً رسومات ننسخ ننقل، هذا ما في مشكلة، يعني إنه إحنا نشوف أفكار مختلفة ونطبقها، ولكن مفضل إنه إحنا نحط فيها طابع جميل وخاص فينا. نفس الإشي في اليوم الثاني. في اليوم الثاني عندي موضوع غيمة، بعمل أي رسمة عن موضوع غيمة. طيب الرسمة كيف راح تكون؟ يعني إيش أساسياتها وهكذا؟ ولا إشي، ممكن ترسموها بالرصاص فقط، إنها تكون كسكتش، ممكن تحبروها أيضا، ممكن تلونوها بشكل خفيف، بس ما في حاجة للتكلف بالتلوين، وإنها تكون يعني الصورة نهائية لهذا التحدي، يعني نحن لا نلزم بذلك. اللي حابب ما عندنا مشكلة، بس هو اسم التحدي سكيتش أب، إنه نرسم سكيتشات كل يوم. في أشخاص بيسألوا مثلا ممكن أنا أحضر قبل بوقت، يعني مثلا هسا أنتوا بديتوا شفتوا مثلا هذه القائمة، هل حابين إنكم تبلشوا؟ صراحة ما عندي أي مشكلة، مش مشكلة إنه الواحد يبلش من هسا، مع إنه الإشي باعتبار كل يوم، ولكن إحنا ما ألغينا متعة هذا التحدي، حتى ولو إحنا عملناه قبل بوقت ما في مشكلة، بس متعة التحدي إنه إحنا نرسم مع بعض بنفس الأيام. فاهمين علي؟ طيب هل رح يكون مثل العام، يعني السنة الماضية، اني رح انشر رسوماتكم على بالفيديوهات مثلا؟ صراحة فكرت في هذا الموضوع وشفت انه الاشي رح يأخذ من وقتي، خصوصا انه انا حاليا يعني علي التزامات مختلفة، فالاشي انه انتو ترسموا لنفسكم، واذا حابين تورجوني في الايميل ما عندي اي مشكلة، ولكن اعتذر لو اني رح اتأخر في الرد، لكني رح اكون جدا 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 ممتنة للاشخاص اللي رح يشاركوني رسوماتهم. وبس هذا هو بإذن الله، رح أصير أنزل تقريبا يوميا إن شاء الله، إنه كل يوم رح أرسم عن الموضوع المتفق عليه في القائمة وأشارككم رسوماتي، وهيك إحنا نتحمس مع بعض ونستفيد مع بعض أيضا. وشكرا لاستماعكم، أتمنى تستمتعوا أيضا في هذا التحدي وهدفه يوصلكم. بانتظار مشاركاتكم وبالتوفيق لكم.